بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور له أمير دولة الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح رحمه الله. وأعرب سموه فيها عن أحر التعازي وخالص المواساة لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة ولأسرة آل الصباح الكرام وللشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل، مؤكدا سموه أننا بوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح فقدنا قائدا حكيما أحب الخير للجميع تشهد له مسيرته الحافلة بالبذل والعطاء للإنسانية. واستذكر سموه ما اطلع به الفقيد الراحل من أدوار جعلت دولة الكويت في عهده رحمه الله تحتل مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإسهاماته البارزة مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منوها بمواقفه النبيلة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.